ليست أول زيارة يجريها رئيس إقليم كردستان العراق إلى تركيا، لكن كل واحدة تجري تؤثر وتتأثر بالظروف المحيطة بها، خصوصا بين سوريا والعراق. وعليكم السلام. رئيس الإقليم مسعود بارزاني التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدة مسؤولين أتراك، بينهم رئيس الوزراء بن علي يلدرم. اللافت أن علم كردستان العراق رفع أثناء استقبال بارزاني في مطار أتاتورك بإسطنبول إلى جانب العلم التركي، في دلالة رمزية للعلاقات بين الطرفين اللذين بحثا ملفات سياسية واقتصادية وعسكرية، أبرزها معركة الموصل ومحاربة تنظيم الدولة ومفاوضات جنيف السورية. هذا هو المعلن، أما الخفي من المباحثات فقد تناولته مواقع كردية نقلا عن مصادر في الحزب الديمقراطي الكردستاني تقول إن الزيارة ستبحث سبل إخراج حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار بالعراق وطرق إدخال بشمرجة روجافا إلى سوريا، وهم من الأكراد الذين انشقوا عن نظام الأسد ومن المعادين لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا. هذا الملف جرى تداوله أكثر من مرة خلال شهرين بعد الحديث عن تدريب 15,000 مقاتل كردي في كردستان استعدادا لإدخالهم إلى سوريا، وقد يكون هذا محور نقاش في واشنطن بعد وصول وفد من المجلس الوطني الكردي إلى هناك لإجراء اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين تلبية لدعوة وجهت لهم من وزارة الخارجية الأمريكية. زيارة بارزاني تتزامن وتقدم عملية درع الفرات بعد سيطرة الجيش الحر بدعم تركي على مدينة الباب السورية. يطرح هذا أسئلة حول التحديات التي تواجه درع الفرات الآن، خصوصا بعد سيطرة النظام على بلدة تادف جنوب المدينة واشتباكه للمرة الثانية خلال شهر مع الجيش الحر، فضلا عن الاشتباكات التي تفتعلها ميليشيا قصد بأكثر من منطقة بريف حلب. فهل بإمكان عملية درع الفرات التمدد فعلا نحو مدينة منبج التي تسيطر عليها ميليشيا قصد؟ وما مصير المنطقة في شرق الفرات وغربها مع بدء الحديث عن الاستعدادات لمعركة الرقة؟ وهل يكون لبشمرجة روجافا دور فيها كجهة كردية بديلة عن حزب الاتحاد الديمقراطي وأجنحته العسكرية؟